لنا قابلني هما بيتوحد بتبقى كل عين بتشوف حاجة وحديدة. وبعدين قلنا إن عندنا أحسن حتة في العين اليمين هي الماكلة، وأحسن حتة في العين الشمال هي الماكلة. فنقطة من الماكلة بتاعت اليمين مع نقطة من الماكلة بتاعت الشمال يروحوا في البرين في حتة واحدة، ويحصل لهم simultaneous perception وفيوجن وداتا برسبشن، يعني يتعمل لهم باينوكيلر فيجن. وقلنا ان جنب الحته ديت في حته ثانيه برضه يروحوا في البرين في حته ثانيه تعمل لهم simultaneous perception وفيوجن وداتا برسبشن، وهنا كمان حته مع حته برضه يروحوا في حته ثالثه خالص يروح يتعمل لهم simultaneous perception وفيوجن وداتا برسبشن. وقلنا ان يبقى كل نقطه في العين اليمين ليها نقطة equivalent ليها أو corresponding ليها في العين الشمال عشان يروحوا عشان يتعمل لهم binocular vision. يبقى ال patient دوت أو ال person دوت أو ال baby ده بقى عنده binocular vision، واللي هو once اللي بقى عنده binocular vision مش ممكن إن هو يقع. خلاص؟ افرض إن أب for example عنده ولدين حلوين كده، لو هو قاعد جنبيهم كويس تلاقيهم قاعدين وبيذاكروا زي الفل، بس خرج من الباب تلاقي دوت يقرص ده، ده يضرب ده، ده مش عارفه ايه، ينط على ده and so on. يجي كده يقعدوا يذاكروا زي الارق تاني، يا دوبك يخرج كده يحصل لهم كده. فاحنا sometimes يبقى عندنا البرين كده، يبقى عندنا ربنا مدينا عينتين كويسين لوحديهم خالص، سواء البرين مصحصح، البرين نايم، البرين مش عارفه ايه، فالعينتين ماشيين كويسين وما فيهمش مشكله. لكن sometimes لو البرين ما كانش واخد باله، ما كانش مصحصح، البرين تعبان نعسان كده، يسيب كل عين تروح في حته لوحديها، هتلاقي كل عين رايحه لحته. تمام؟ القابليه بتاعت الانحراف بتاعت العين اللي هو بيصلحها البرين عشان خاطر يحافظ على البينوكلر فيجن، بنسمي الكلام دوت latent squint او هيتروفوري. واحنا اتفقنا ان هو latent اكتر من يعني من المانيفست، صح؟ احنا امبارح اخذنا المانيفست، ولا هو كان paralytic ولا هو كان concomitant، وقلنا ان الconcomitant دوت بيجي بيبي لسه ما عندوش binocular vision، فبالتالي لو عنده مشكلة في عين أو كده هو ممكن إن هو يحصل له concomitant squint ويبقى عنده حول يا إما في عين يا إما في العينتين يجوا ورا بعض alternating يعني، صح؟ لكن لو ال person دوت كان الحمد لله ربنا كرمنا وبقى عنده binocular vision وكبر وكده، يعني خلاص بقى عنده binocular vision، زي ما بقول لكم كده sometimes ربنا يدينا عينين كويسين muscles كويسة ماشية مع بعض، سواء البرين مزقصق أو البرين مش مزقصق، و sometimes يدينا عينين أو muscles محتاجة البرين إن هي على طول تبقى مصحصح عشان خاطر الواحد يشوف إيه binocular vision. يبقى إيه الإيتيولوجي بتاعنا بتاع latent squint؟ لو كان الباراليتيك خمسات والكونكومتنت اربعه فالليتن ثلاثه، قلنا ان البرين محتاج يبقى تعبان، فالبرين دوت يبقى محتاج تعبان للايه، اما عنده منتل او فيزيكال او اوكيولار فتيك. يبقى لو في منتل فتيك، واحد مجهد ذهنيا كده، واحد قاعد عنده مشكله كبيره فقاعد عمال بيفكر فيها كده، او عنده فيزيكال فاتيج يعني هو تعبان فعلا واخد برد جامد قوي، واخد يعني مجهد جدا او كده، او لو عنده فور اكزامبل امتحان بتاع رمضان وطبق بقى 48 ساعه كده عشان خاطر يدخل الامتحان وبيفتح عينيه بالعافيه وكده، قاعد عمال بيقرا كتير، فيبقى عنده اوكيولار فاتيج. فلو عنده يا منتل يا physical أو يعني general fatigue أو ocular fatigue، الحالة ديت البرين يبقى كمان تعبان، ده يساعد لما يكون في لخبطة في الأنامي. يعني إيه لخبطة في الأنامي؟ سبوز إن دوت واحد مناخيره عاملة كده وعينيه عاملة كده، شوفوا الفرق ما بين العين ديت والعين دي قد إيه؟
عند واي انتربيبولار ديستنس ما بين العينتين، عين الناحيه دي وعين الناحيه دي، فيبقى البرين على طول سهل، البرين على طول بيحاول ان هو يموف من ناحيه جوه. اوكي، وانس ان البرين بقى عنده يا جنرال يا مانتل يا اوكيولار فتيك، على طول البرين يسيب، فتلاقي العين راحت ناحيه بره لوحدي. طب سبوز العكس، لو واحد مناخيره عامله كده وعينيه عامله كده، فيبقى بيعتمد لو عنده لخبطه في الاناتومي، يعني في وايد انتربيبولري ديستنس او نيرو انتربيبولري ديستنس. اوكي، ده يساعد لما يكون في يا جنرال يا منتل يا اوكيولار فتيك ان العين تروح زي ما هي عاوزه. طيب خلينا فاكرين برضو ان هو لما الواحد يبص لبعيد بيبقى الفيجوال اكسيس بتاعته بيرل، صح؟ و بيعمل ما بيعملش اكوميديشن، لكن لو واحد بص على بعد متر كده هيعمل كونفرج اكوميديشن 1 دايوبتر او 1 ديجري، وهيعمل كونفرجنس ايه 1 ديجري كمان. طيب لو بص كده هيعمل كده. طب افرض الشخص ده هايبر متروب، لو هو هايبر متروب بسيطه ومتصلح والبرين مصلحها من الاول وبقى عنده باينوكيولار فيجن، اوكي، يبقى لما يكون عنده الهايبرمتروبيا البسيطة ديت وبعدين يجي له يا جنرال يا منتل يا اوكيولار فتيك، تلاقي العين بتدخل لجوه. خلاص؟ والعكس بالعكس، لما يكون عنده جنرال او منتل او اوكيولار فتيك وهو عنده مايوبيا بسيطة كده والبرين اصلا بيقدر يصلحها لوحده، فيبقى ساعتها العين تروح لبره. يبقى الايديولوجي بتاعنا ثلاثة، لما يكون في يا منتل يا فيزيكال او جنرال او اوكيولار فتيك يساعد لما يكون في لخبطه في الاناتومي او لخبطه في الفسيولوجي. يعني ايه الفسيولوجي؟ اللي هو لخبطه في الاي اوفر سي ريشيو، الاكيوميشن كونفرجنس ريشيو برضه، يعني لو في كونفرت، لو كان في هايبر ميتروبيا البيشنت دوت يجي له دايفرجنت سوري كونفرجنس، ولو عنده مايوبيا العين تبقى تندنت ان هي تروح لايه؟ لناحيه بره او تبقى دايفرجنت. تمام؟ طب العين هتروح فين في الحالات دي او ايه التايبس اللي عندنا؟ العين ممكن تدخل لجوه، نسميها ايه؟ ايزو. طب تخرج لبره نسميها اكزو. طب تطلع لفوق نسميها هايبر، او تنزل لتحت نسميها هايبر. طب تلف لجوه نسميها ان سايكلو. طب تلف لبره نسميها اكسايكل. ايزو اكسو وهايبر وهايبو وان سايكلو واكسايكلو اي. نو تروبيا ده كونكانتنس ويت. فوريا زي ما الدكتور قال كده. يبقى العين تدخل لجوه نسميها ايزوفوريا، وتطلع من بره نسميها ايه؟ اكزوفوريا، هايبر او هايبوفوريا او انسايكلوفوريا او اكسايكلوفوريا. اوكي؟ تروبيا ده حول حقيقي باين لبيجي في بيبي اكتر، او بيجي بيبي ما اتعملوش ما عندوش اصلا باينوكيولار فيجن. لكن الفوريا دوت عند شخص بلغ وعنده اوريدي باينوكيولار فيجن، لكن المخ تعب شويه ما بقاش واخد باله ان هو يحافظ على الباينوكيولار فيجن اللي عنده. تمام؟ طيب البيشنت يشتكي من ايه؟ اكشولي ممكن ما يشتكيش زي ما الدكتور قال، ما يشتكيش عادي كده، ما هو زي ما انا وانا في المحاضره كده، هو كتير قوي ممكن ما يكونش بيشتكي، لكن وانا في المحاضره ساعتها اقول له يا دكتور خد بالك، يا دكتوره خدي بالك. طب هو بيشتكي؟ نو، ده انا بلاقي ان هو يعني ان هو يعني هيز ديستراكتد، او هو مش واخد باله او كده، فعيني بتحمر انا بشوف العين فخلاص. او ممكن بالكتير وانتوا كلكم عاديين كده اروح حاطه كفر تيست كده، حط الكفر بشيل الكفر الاقي العين بتجري جري من مكانها راجعه، يعني جايه جاريه من بعيد جايه من قدام، يا اما جايه جاريه من جوه رايحه ناحيه بره، يا اما جايه من بره جاريه ناحيه جوه، من فوق جاريه ناحيه تحت، انصوا.
فدوت ممكن ما حدش يشتكي، يعني ممكن يبقى لو سيمتومز. وسم تايمز في ناس تيجي تقول لي يا دكتوره انا بشوف كويس قوي بس انا بصدع جدا، يبقى عندي صداع سبيشالي مع الريدنج فور اكزامبل، يبقى عندي صداع شديد قوي قوي قوي، ومش بس صداع بحس ان عينيا هتخرج من مكانها، وهو لابس النظاره بتاعته والنظاره بتاعته 6/6 وكل حاجه زي الفل، يعني قيس له النظر بتاعه 6/6 زي الفل. اوكي احط الكفر كده، اشيل الكفر تلاقي العين جايه جاري من بعيد رايحه ناحيه جوه، فيبقى عنده فوريا هي اللي عامله له الكلام ده. اوكي ف كلينيكال بيكتشر بتاعتنا ممكن يكون مفيش سيمتومز، لكن ممكن يكون في بين. ففي بنته الاب اللي هو عنده ولدين مش كويسين، الاب اللي عنده ولدين مش كويسين ده هو تعبان وهم تعبانين صح؟ فيبقى لو في فوريا يبقى البرين تعبان، يبقى في صداع وكمان العينين تعبانه. وجع في في البرين بنسميه هبك، وجع في العين بنسميه استنوبيا. وعشان هو ديو تو ماسل فبنسميه ماسكلر استنوبيا. يبقى اول جروب اوف سيمبتومز هو ثلاثه برضو، وجع في العين ووجع في البرين او يعني هبك وماسكلر استنوبيا، دوت اول جروب اوف سيمبتومز. تاني حاجه ان الليتنت اللي هو موجود ممكن يقلب يعني يقلب يبقى سيمبتوماتيك، زي ما انا بقول لكم كده وانا بشرح كده اقول يا دكتوره خدي بالك، يا دكتور خد بالك، او بس اكلمه عشان خاطر يعني يصحصح معايا. او سم تايمز امي تيجي تقول ده ابني وهو بيتفرج على التلفزيون امبارح او هو كان قاعد سرحان كده لقيت عينيه محمود، قلت له واد يا محمود، قال لي نعم، لقيت عينيه اتعدلت وبقى زي الفل. اوكي فيبقى ممكن ان هو الليتنت يقلب ايه؟ مانيفست. يبقى تاني جروب اوف سيمبتومز ان الليتنت اللي مش باين يقلب ايه؟ مانيفست، يعني يبان. Sometimes الليتنت يقلب مانيفست دوت يبان في القرايه فور اكزامبل. حد يجي لي في العياده ويقول لي يا دكتور ده لما باجي اذاكر او اجي اقرا كده بحس يعني اقرا شويه بعدين بحس ان السطور بتدخل جوه بعض. Running of the letter together. اوكي تلاقي السطور عماله بتدخل جوه بعض. تدخل ليه؟ هو يعني ايه اللي حصل؟ اروح اريح شويه وارجع تلاقي الدنيا كويسه شويه والاقي السطور بتدخل جوه بعض تاني. فيبقى هو عنده البرين عشان هو بقى مجهد من القرايه او وات ايفر، فبرضه ساب الباينوكلر فيجن، فبقى في زي كايند اوف ديبلوبيا كده، فالسطور بقت بتدخل جوه بعض بنسميها running of the letter together. دي از ا بارت من ان الليتنت تقلب مانيفست، فيا اما واحد سرحان ويقول له واد يا محمود، يقول لك نعم اتعدل خلاص، او يقول لك وانا بذاكر ان السطور بقت بتدخل ايه؟ في بعض. تاني جروب اوف سيمبتومز اللي هي بنسميها ديفكتيف بوستيرال سنسيشن. ايه الديفكتيف بوستيرال سنسيشن؟ احنا الكلينيكال بيكتشر برضه ثلاثه، يا بين يا ان الليتنت تقلب مانيفست يا يبقى عندنا ديفكتيف بوستيرال سنسيشن. زي ما انا كنت بحكي لكم امبارح ان سام تايمز حد كان بيتكلم على الدبث وقلت له ان سام تايمز لما واحد يكون في الطياره يلاقي الطيار وهو بينزل بالطياره بينزل اكنه فيري سموث كده، ما تحسوش ان الطياره اتدبت ولا اي حاجه. وسام تايمز ينزل الواحد يعني قاعد في الطياره كده تلاقي الطياره اتدبت كده وبعدين الحمد لله خلاص نزل. فلما الطياره تتدب كده يبقى هو الدبث بيرسبشن عنده مش مظبوط قوي، فيبقى عنده defective postural sensation. زمان بقى قبل الرادارات والمش عارفه ايه والكلام ده كان يبقى لو عنده depth perception مش كويس او لو عنده latent swing تبقى مصيبه، لان يعني ده طيار فور اكزامبل
ودي الطياره بتاعتنا، دي الطياره بتاعت العدو، ويروح طارق الطياره بتاعتنا ويروح سايب الطياره بتاعت العدو، بتبقى مصيبه. اوكي، فدي this is a kind of postural sensation effect work. طيب احنا عندنا الليتنت هي ثلاثات. طب نكتشف الكلام ده ازاي، او الدايجنوزس بتاع الكلام ده ازاي؟ عشان الدايجنوز ممكن ان هو يكون حاجه سريعه كده، اروح موقفاكم كده طابور، واروح انا واقفه على الباب، واروح حاطه ماسكه ورقه كده او كفر كده، واروح حاطه الكفر، اشيل الكفر الاقي العين جايه جايه جري من مكانها للقدام، بس احط الكفر. طب انا محتاجه ان انا اغطي عين واحده ولا العينتين؟ يعني محتاجه ان انا اشوف الكلام ده في العينتين ولا في عين واحده؟ اي عين فيهم تكفي؟ ليه بقى؟ لان لو كان في مشكله في عين واحده يا دكاتره كانت قلبت كونتنت، كانت قلبت حوالها طنطن. لكن از لونج از ان هما الكلام ده الاثنين زي بعض، وان هما يعني العين سليمه اكشلي، لكن هو بس البرين sometimes هو اللي بيبقى مجهد او ما يبقاش فيه binocular vision، فخلاص غطي اي عين فيهم هتلاقي الدنيا ماشيه مع بعض تمام. فاول حاجه في الدايجنوزس هي كفر تيست. تاني حاجة في الدايجنوزس حاجة اسمها مادكس راك أو مادكس ويك. هو لما حضرتك غطيتي العين بقيت البرين بقى يعني بقى فيه باينوكيولار فيجن ولا ما بقاش فيه باينوكيولار فيجن؟ لما تغطي عين وتسيبي التانية يبقى فيه باينوكيولار؟ مفيش binocular vision. فطالما مفيش binocular vision المخ يتعب نفسه ليه ويحافظ على ان العينتين يبقوا ماشيين مع بعض؟ يسيب كل عين يطلق صراحه، صح؟ او يطلق صراح العين اللي هي مضغوطين. once ان انت شلتي cover البرين اتثبت ان هو مفيش binocular vision، فيحاول يحافظ على binocular vision فيروح جايب العين جاري من مكانها عشان تبقى لقدام تاني عشان خاطر يحافظ على البينوكيولار فيجن. لان احنا قلنا ان latent squint is tendency for deviation checked by the brain in the interest of binocular vision، او هي قابليه للانحراف يعدلها البرين او المخ عشان يحافظ على البينوكيولار فيجن، صح؟ يحصل بالتوكي ازاي؟ And running of the letters together is a form of diplopia. Is a form of diplopia. لأن ما بقاش في binocular vision. فبقى في صورتين مش واضحة، عشان كده هو مش شايف حاجة clear، بقى شايف حاجات أكنها ليها ضغط أو أكنها بتجري. البوستر سنسيشن اكتر مع الدبث بيرسبشن، لان احنا قلنا ان الباينوكلر فيجن 3 ستابس، صح؟ اول حاجه اللي هي سيمالتينيس بيرسبشن، وبعدين الفيوجن، وبعدين الدبث بيرسبشن. فالدبث از ا كومبوننت اوف الباينوكلر فيجن، يعني الدبث بتاعه مش كويس، الدبث بيرسبشن بتاعه مش كويس. الديسلكسيا از ان هو يلخبط الهو، فور اكزامبل يعني مثلا الاي او سوري يلخبط البي بالدي فور اكزامبل، يعني حاجات شبه بعض يلخبط فيه. It's not that. يبقى اول حاجه في الدايجنوزز هو الكفر تيست، تاني حاجه هو حاجه بنسميها مادكس راك. المادكس راد ديت عبارة عن سيلندرز جنب بعض كده، نحطها للبيشنت قدام عينه اليمين فور اكزامبل، وتبقى مادكس راد حمراء أو معاها ريد فلتر، وأنور للبيشنت دوت لمبة على بعد سنت الدار وأقول له حضرتك شايف إيه؟ أوكي؟ المادكس راد ديت لو محطوطة بتعمل ديسوشيشن، فالبرين ما يبقاش عارف يعمل
باينوكلر فيجن، لان ديت بقى صوره ودي صوره ثانيه، فمش عارف يركبهم بالاثنين صوره واحده. فبحط البالكس رود كده، اوكي، البسه النضاره كده الحلوه بتاعتنا، واحط له المادكس رود بتاعتنا الحمراء هنا، وانور له لمبه على بعد 6 امتار. لو هو شخص طبيعي هيقول لي ان انا شايف خط وفي وسطين لمبه، اوكي. لكن لو هو عنده فوريا، وده بقى ايزو اكسو هايبر هايبو ان او اكس هايبروفوريا، فهيقول لي ان انا شايف اللمبه لمبه كده والخط جنبيها كده، او الخط فوقيها، او الخط تحتيها، او الخط معوج عليها، او الخط معوج بالناحيه الثانيه عليها، ان شاء الله. اوكي، فلو هو في فوريا هيبقى الخط بعيد عن اللمبه، وهيبقى يا اما يعني ستريت يمين شمال فوق تحت، او معوج لو هو انسايكلوفوريا او اكسايكلوفوريا. لو هو سليم تماما هيقول لك ان انا شايف لمبه وشايف خط في النص. فاهم؟ طيب، حد فاهم حاجه؟ اعيد. لو هو الاورمن هيشوف اللمبه بالعين الشمال عادي، وهيشوف الخط في نص اللمبه. لكن لو هو عنده ايزوفوريا فور اكزامبل، هيشوف اللمبه وهيشوف الخط يمين اللمبه شمال اللمبه. لو عنده هايبرفوريا يشوفها فوق اللمبه، لو عنده هايبوفوريا يشوفها تحت اللمبه، مش هيشوفه على بعض، لان البرين ما بقاش قادر يعمل اللينتين يبقوا ماشيين مع بعض، لان هو شايف ايمج بهنا والايمج بالناحيه الثانيه، لان الاثنين ما يترتبوش على بعض. اوكي، فعملنا ديسوشيشن للايمج للبرين، فما بقاش في باينوكلر فيجن. اوكي، نفس المادوكس دوت اللي اخترع المادوكس رود، عمل لنا حاجه اسمها مادوكس ويك. ساعات احنا قبل ما اقول على المادوكس ويك ديت، ساعات مع المادوكس رود ده اروح حاطه، لو الموضوع بسيط بقى على مثلا الجنب اليمين او الجنب الشمال او كده، اروح حاطه له بريزم، اقعد احط له بريزم قدام عينيه لغايه لما يجي الخط في وسط اللمبه. فقيس بقى الخط مع البريزم دوت جه في وسط اللمبه مع كام بريزم؟ 1 بريزم دايكتر، 2 بريزم دايكتر. يبقى انا قست كمان الليتن سويت عنده كام بريزم دايكتر مختلف؟ 1 2 3 ماكسيموم، ما بيكونش كتير. اوكي؟ طيب، نفس المادوكس ده اخترع حاجه اسمها مادوكس وين. والمادوكس وين ديت عباره عن لوحه سودا كده فيها جريدنج كده 0 1 2 3 4 من الناحيه دي، وهنا برضه 1 2 3 4 5 6 كده، وبرضه من فوق، وفيها زي بليت في النص، فهي بليت كده وفيها بليت كمان في النص، بحيث ان هي تقسم ما بين العينتين. اوكي، وبناحيه بعين هو شايف النمبرز، وبالعين الثانيه هو شايف ارو. اوكي، يا ارو فوق يا ارو بالعرض. لو قال ان هو شايف الاروز عند الزيرو، فخلاص يبقى هو مفيش هيدروفوريا، مفيش اي فوريا خالص. لكن لو قال لك مثلا انا شايف الايرون دوت عند 2 فور اكزامبل، او عند 2 فوق، او عند 2 تحت، او 3 او 4 او عند 7، عند ريجاردلس النمبر اللي هو شايفها فين، هو شايف عند 1 2 3 حتى بالكثير، مفيش مشكله، ما بيحتاجش، ما بيبقاش مشكله قوي، لان معظم الناس كده وما بنعمل لهمش حاجه الا لو في كومبلينت. لكن لو شايف بقى عند 7 عند 8 دي تبقى يعني دي مشكله طبعا. كان مع التلفزيونات ومع دلوقتي اللاب تابس والكلام ده، وتلاقي العيال ما شاء الله مطبوشين على وشهم كده، هو قاعدين بيلعبوا على الايباد واللاب تابس وهم
عاملين كده موطيين، فتلاقي يحصل كونجشن للعين، فالعين تطول شويه ويجيلهم مايوبيا اكتر. وبعدين كمان عندنا حاجات كتيره قوي تعمل حساسيه، بيدعكوا في عينيهم فيجيلهم استجماتيزم. يعني عندنا خيارات ربنا كتيره اللي تعمل لنا ايرورز مختلفه. اوكي طيب، احنا لقينا ان هو اوريدي عنده ليتنت سكوت، نعمل له ايه؟ ليه تغطي له عينيه ليه؟ مش احنا اتفقنا ان sometimes محدش يشتكي اصلا؟ لو عامل نظارة نصلح النظارة، ولو مش لابس نظارة نعمل له نظارة لو محتاج. يعني لو في ايرور طبعا يتصلح الايرور، لكن لازم يكون في مبدأ it's no symptoms no treatment، صح؟ مفيش symptoms مفيش treatment. اللي بعد كده لو محتاج عنده ايرور او حاجه نصلح له بايه؟ بكلاسز. طب ساعات احنا نصلحه بكلاسز وبرضه هو يشتكي، برضه يقول لك برضه ان انا بيجي لي اثيلوبيا، او برضه ان انا بيجي لي running of the letters together and so on. نتصرف ازاي؟ هي المشكلة في ايه؟ ان البرين بيتعب شوية وبعدين يخلي الايمج تبقى بعيدة شوية عن مكانها، بعيدة عن العتب عن الماكينة. طيب احنا نحط له بريزم، نجيب له الصورة على الماكينة على طول عشان نريح. فنحط له حاجة اسمها بريزم. البريزم دوت اللي هو المنشور عشان ينقل الصورة من بعيد، ينقلها على فين؟ على الماكينة بتاعته. اوكي؟ فيبقى احنا ممكن ان احنا نريحه ببريزم ونسميه ده بريزم بيريح، صح؟ نسميه ريليفينج بريزم. بس المشكلة ان انت لما بتصلحيه كده ممكن ان هو كان ليتنت ومش باين فيه حاجة يقلب بالمانيفست. يعني يقلب بالكونكومتنت. يعني انت نفعتيه ولا انت ضرتيه؟ يبقى انت ضرتيه. طب يبقى الاصح ايه؟ ان انت تقوي له العضلات بتاعته، يعمل زي اكسرسايزز كده. فاحنا نحط له البريزم في الناحيه الثانيه، بدل ما ينقل الصوره يجيبها على الماكينه ينقلها بعيد سنه، بحيث ان هو هيجيله بين شويه لكن هيقوي العضلات بتاعته اللي هي ضعيفه شويه. اوكي؟ يقوي العضلات لغايه لما نعمل له ويننج من البريزم، يبقى خلاص الدنيا بقت كويسه. فنعمل له حاجه اسمها اكزرسايزنج ايه؟ بريزم. يبقى حتى البريزم ده يا ريليفنج يا اكزرسايزنج. تمام؟ طب افرض بقى ان هو حطيتي له البريزم من هنا ما عرفش يعمل الاكزرسايزز ديت وراح انتحر، يبقى انت نفعتيه ولا انت ضرتيه؟ لان بقى بيجي له ديبلوبيا، بقى عنده صوره بعيده شويه، بقى بيشوف الحاجه اتنين. يبقى انت ضرتيه ولا انت نفعتيه؟ يبقى انت ضريتي طبعا. طب يبقى القاعده ايه؟ ان هو لو هو هوريزونتال فوريا، يعني في ايزو او اكسو او كده، تحطي له اكسرسايزنج، لان العضله بتاعت اللي بتدخل العين لجوه او تطلعها لبره قويه قوي، ممكن ان هي تتعب. لكن الهايبر والهايبر لو حطيتي له البريزم اللي هو الاكسرسايزنج هيروح يتعب، فتحطي له ايه؟ ريليفنج بريزم. تمام؟ صح؟ لأن الصورة بتتجمع مش بتتجمع على الريتنا،
لو هو معيوب بتتجمع قدام الريتنا ما بيشوفهاش اساسا، او لو هو هايبر اوب بتتجمع ورا الريتنا فهو ما بيشوفهاش برضه اساسا. فاللانس بتجمع الريز على الريتنا، اوكي؟ لكن عشان تنقل بقى الصوره يمين وشمال او فوق لتحت تنقلها بالبريزم، اوكي؟ عندنا مبدأ مهم جدا، اللي بيتصلح بالذوق بيتصلح، واللي ما يتصلحش نصلحه. سيرجري، يا سلام، ما اسهل السيرجري. فيبقى التريتمنت بتاعتنا يا جلاسز، يعني تصحيح الايرورز، يا بريزم، يا سيرجري، اوكي؟ هي اكشولي ثلاثة، لأن الجلاسز والبريزمز دي سيرجري. دول بنسميهم اوبتيكال، اوبتيكال فريكوينت. يبقى نو سيمتمز نو تريتمنت، يا اما نصلح هو اوبتيكال، والاوبتكس دوت يعني يا اما تصلحيه بايرور، عنده ايرور تصلحيه بالنضاره، ما عندوش ايرور تصلحيه بالبرزم، ولو عنده متصلح النضاره ولسه تعبان تحطي له برزم، واللي ما بيتصلح بالذوق بيتصلح، اللي ما بيتصلحش يتصلح بالايه؟ بين سيرجري. ايه اللي صعب بقى في الليجن سويت؟ اللي صعب ان هو الايتيولوجي بتاعه ثلاثه، ان هو لو حصل يا اوكيولر يا جنرال يا منتال فاتيك، ولا اللي صعب ان الكلام ده بيحصل لو في لخبطه في الاناتومي او لخبطه في الفسيولوجي، لخبطه في الاي اوفر سي ريشيو. ايه اللي صعب في ده؟ يا جنرال يا منتال يا اوكيلر فيك. ف ده مش عيان، ده كل الناس كده، ده كل الناس كده، معظم الناس كده. ايوه ماشي، دي هتروح في حته ودي هتروح في حته. انت وانس هما الاثنين واحد، الايمج الايشو عندنا ان الاثنين البرين سابهم، فانت محتاجه ان انت تصلحي. لو صلحتي واحده، لو حطيتي البريزم في واحده هيتصلح الاثنين عادي، لان البرين انت بتكملي للبرين اللي مش قادر يكمله. بس يا دكتور لو كانت المشكله في عين واحده كان البيشنت ده قلب كونكونتنت سويت. حطيه في اي عين، لان هو في الاخر 1 دايوبتر او 2 دايوبتر مش قادر يعني. نعم؟ ممكن تحط في واحدة، وممكن يتقسم على عينتين according to the degree. يعني لو هو 1 دايوبتر هتحطيه في عين واحدة، لكن لو هو 2 دايوبتر ممكن تحطي واحد هنا وواحد هنا. لو ما عندوش كده ما تحطيش البرزنت. No symptoms, no treatment. اوكي؟ accommodation of a convergence ratio. مش احنا قلنا ان كل accommodation ليه convergence مساوي له في المقدار؟ هو دوت ال accommodation of a convergence ratio. هسيبكم 5 minutes هتقروا اللي انا اديته لكم دلوقتي، وهاجي اديلكم latent squint afterwards، وهسالكم في latent اللي انا سبتكم تقروه.
اوكي 5 minutes هروح اوزع الامتحان بتاع الاعطال واجي في ال... في الكور اللي جنبي. تمام ان ديت عين وديت عين وديت عين. دي عين هايبرمتروب وديت الماكله بتاعت العين الهايبرمتروب. دي الماكله بتاعت العين الامتروب. دي الماكله بتاعت العين المايوب. لان انتوا عارفين ان الهايبرميتروب دي العين القصيره الصغيره، والاميتروب هي العين الطبيعيه، والمايوب هي العين الطويله، صح؟ فسبوز ان دي العين الهايبرميتروب ودي الماكله بتاعتها ودي النودل بوينت، فيبقى ديت الاوبجكت اوف ريكورد اللي هي قدام، يبقى دوت انجل الفا، صح؟ يعني ده الاوبتيك اكسس وديت الفيجوال اكسس، يبقى الانجل ديت انجل ايه؟ الفا. طب احنا قلنا يا دكاتره ان لما بتكبر عند الالفا البيشنت ده بيبان كان العين خارجه لبره، صح؟ بيبان كان العين خارجه لبره، لكن هو شايف بالفيجوال اكسس ولا لا؟ هو شايف بالفيجوال اكسس، يبقى في حول ولا مفيش حول؟ لا مفيش حول، يبقى يبان كان في حول وكان العين خارجه لبره وهي في الحقيقه مش خارجه لبره. يبقى في هواء؟ مفيش هواء. امال ايه اللي حصل؟ هو عنده انجل الفا كبيره فالعين كانها شكل بره. احنا كان عندنا في العياده واحد اسمه عم عبده، عم عبده كان عنده هاي ديجري اوف هايبرميتروبيا. فلما تبص له كده كانه عامل عينيه عامله زي عينين الحزام كده. كانها باصه لبره اوكي وهي في الحقيقه وهو في الحقيقه ما عندوش هواء ولا حاجه. اوكي؟ عنده هواء؟ لا ما عندوش هواء. قيس بالتورش، قيس بالبريزم، قيس بكل حاجه، العين مظبوطه تماما ما عندوش اي كايند اوف هوا، يبقى عنده هوا؟ لا، يبقى بنسميه عنده ايه؟ apparent divergence with، كان العين شاده لبره وهي الحقيقه مش شاده لبره. عندنا برضو واحد اسمه عم عبده، دوت كان البواب بتاع العياده عندنا. العياده بتاعتنا في وسط البلد بتاعت يعني وادي الله يرحمه. فعم عبده ده كان البواب عنده very high degree of myopia. وهو راجل من اسوان، انتوا عارفين ان هم الناس بتوع اسوان وكده ما بيبقوش فيهم لسه نظارات اصلا. بس المهم عشان يشوف ربنا كرمنا والحمد لله عرفنا نلبسه نظاره، بس نظاره طبعا very thick than sun. عم عبده ده ينزل في الشارع تحت الراجل اللي بره اللي تحت دوت يقول يا عم عبده عندك حوا يا عم عبده، يطلع فوق يقول له ما عندكش حوا، ينزل تحت عندك هواء، يطلع فوق اكن عينيه اكن عينيه داخله لجوه لان عنده الانجل الفا بتاعته صغيره. فاكن عينيه داخله لجوه وهو عينيه مش داخله لجوه ولا حاجه. اكن عنده كونفرجنس بوينت وهو في الحقيقه ما عندوش كونفرجنس بوينت ولا حاجه، هو بيشوف بالفيجوال اكسيس يبقى عنده هواء ولا ما عندوش هواء؟ يبقى ما عندوش هواء، صح؟ ايه اللخبطه دي بقى يا دكتوره؟ ساعات تقول لنا ان الهايبرميتروبيا تعمل لنا كونفرجنس بوينت، وساعات تقول لنا ان الهايبرميتروبيا يبان كان عينيه طالعه لبره. مفيش لخبطه ولا حاجه. لو بيبي اتولد وعنده هايبرميتروبيا جامده والعين مش قادره ان هم يرتبطوا مع بعض هيجي له حوالي عين هتدخل لجوه يبقى عنده ايزو وده حوالي حقيقي، صح؟ ومش محتاجه دكتوره عشان يقول لحضرتك كده. اما لو الهايبرميتروبيا صغيره والعين والبرين عارف ان هو يصلحها من غير ما ويعمل الباينوكولر فيجن بتاعه وهو اتصلح من هو صغير بالنضاره والبرين قادر ان هو يصلح العينتين مع بعض وبقى عنده باينوكولر فيجن،
فلما يتعب بيجيله mental أو ocular أو general fatigue وهو الايرور بتاعه مش متظبط قوي، فممكن هو يجيله ايزو ايه فوريا تعبان. لكن لما حضرتك تبصي له ده شخص طبيعي، لما تبصي له كان عينيه عامله زي عين الغزال، لكن هو في الحقيقه بيشوف الفيجوال اكسس، كان عينيه طالعه لبره، كان يبقى هو عنده هول ولا ما عندوش هول؟ ما عندوش هول، صح؟ ده اللي احنا بنسميه apparent squint. يبقى لما انجل الفا بتكبر بيجيله apparent divergent squint، زي ما احنا ايه رسمنا هنا. انتوا اللي قلتوا، هو انا اللي قلت؟ مش انتوا قلتوا ان انجل الفا دي كبرت، وان هو عشان يشوف لقدام كده العين خرجت لبره كده، لكن هو بيشوف بالايه؟ بالفيجوال اكسيس بتاعته. يبقى عنده حاله ولا ما عندوش؟ ما عندوش حاجه، مفيش اي تعارض في الموضوع، صح؟ ساعات الموضوع ما يبقاش كده دكتور. ساعات البيبيز اول ما تتولد تبقى مناخيرهم مفطوسه كده، وتلاقي وشهم عامل كده بالظبط، مناخير بتاعتهم عامله كده، ويبان البيبل بتاعتهم اكنها جنب اللزقه في المناخير على طول، صح؟ اللي بيحصل ايه؟ ده فولد اوف سكين بس. وانس ان البيبي ده كبر، اوكي، تلاقي النيزل بريدج دي اتعملت والسكين فولد ده اتشدت وبقت الدنيا طبيعي. هو بيشوف بالفيجوال اكسس بتاعته ولا لا؟ يعني لو نورتي التورش كده هتلاقي التورش هنا في البيبل في النص هنا وفي البيبل في النص هنا، صح؟ يبقى عنده هول ولا ما عندوش هول؟ ما عندوش هول، ده بس اناتوميكال ديفكت اللي هو الابيكانثال فولد او اللي هو الفولد بتاع السكين ده. يبقى ده عنده هول؟ ما عندوش هول، نسميه ايه؟ apparent squint. ده هول حقيقي؟ لا ده مش هول حقيقي، ده هول ايه؟ كاذب، بنسميه apparent squint. تمام؟ احنا كده خلصنا الحول الحقيقي والحول الكاذب، وحتى الحول الحقيقي خلصنا الparalytic squint والنون paralytic او اللي احنا سميناه concomitant. ومش بس اللي احنا شايفينهم اللي هم المانيفست، لا ده احنا خلصنا كمان الليتنت اللي هو مش متشاف، خلاص؟ وقلنا ان الحول الحقيقي دوت يا اما متشاف فنسميه مانيفست، وده يا اما حاجه فيه حول باراليسيس ونسميه باراليتيك. وكان عندنا خمسات لو انتوا فاكرين، الايتيولوجي خمسات، الكلينيكال بيكتشر خمسات، في النفس الباثولوجي يبقى خمسات، بس يعني جه عندكم اربعه مفيش مشكله. وقلنا الكونكومتنت اربعات، اربعه ايتيولوجي، اربعه تايبس، اربعه كلينيكال بيكتشر، اربعه دايجنوزس، اربعه تريتمنت. وقلنا ان الليتنت ثلاثات، وقلنا ان الابارنت هو ابارنت يعني حاجتين، يعني يا اما ان هو يبقى باين كده لما يكون في ايرور اوف ريفراكشن فيبان لنا ابارنتلي يا دايفرجنت يا كونفرجن، او يكون في فولد اوف سكين. فيبقى برضه الابارنت دلوقتي يبقى عندك خمسه اربعه ثلاثه اثنين، الحمد لله ما فيش واحد بقى خلاص خلصنا السكين، يبقى كده يور فري تو جو، اتفضلوا كل سنه وانتم طيبين.